عدنا إلى العاصمة الطاجيكية، وعاد معنا الشوق للبحث عن نبع جديد للإحسان. فبعد الأرامل والمزارعين الضعاف توجهنا إلى من كانوا أكثر ضعفاً في عاصفة الأيام. من كانوا للسند فاقدين وللفرحة مفتقدين، أطفال في عمر الزهور اقترنت رعايتهم بصحبة سيد الخلق في جنان الخالق. إنهم أيتام دار جاموت كانجورت للرعاية الاجتماعية في مقاطعة تمر مليك. وخرجنا لشراء المواد الغذائية والمنظفات لأهل الدار. أولاد جمعهم اليتم وضيق الحال، فكان ضمان استدامة قوت يومهم صعب المنال. زرناهم ووقفنا على حاجاتهم التي لم تكن بحاجة إلى ترجمة. وبعد الاتفاق مع سيدات الهلال الأحمر الإماراتي على البر والإحسان، قمنا بفضل المولى على تأمين كل ما يحتاجونه من مواد غذائية أساسية لكل أهل الدار، والبالغ عددهم أكثر من 250 يتيم ولمدة أشهر الشتاء الطويل. فسبحان رب الأقدار الذي سهل كل صعب وقرب كل بعيد ويسر كل عسير في سبيل فرحة أطفال أنستهم الظروف شكل الفرح. أنا سيدوف بازيولو، مدير دار الأيتام. إننا سعداء جدا بزيارة مؤسسة لونا الخيرية لنا، وكذلك مؤتمر ومعرض ديهاد والهلال الأحمر الإماراتي. لقد أحضروا لنا مساعدات مثل الطعام والدقيق والزيت والحليب المجفف، كما أننا مسرون للغاية ونرغب في التعاون معهم في المستقبل ونطلب دعمهم لنا. مساعي العطاء تحتاج لصفاء الجهود، والإحسان لا يحتاج لبنود وعقود. فالخير في أمتنا ليوم الدين معقود، والجود في أبناء الإمارات للعالم معهود، والإنسانية في ديهاد لا تعترف بالحدود.